هذه الوقفه اللي درنا اليوم وقفه ما قادرش نقولوا وقفه احتجاجيه، ولكن غير مجرد باش نوصلوا صوتنا للناس المسؤولين. حنا كنقابيين تابعين للوديتي قدمنا الاداره مجموعه ديال المطالب ديال تسويه الاجور وتزويت الاجور والعداله الاجريه، حيت كاين واحد الاختلال في الاجر رغم اننا كنأديو تقريبا نفس العمل. وصلنا معهم سميتو الحوار وصل الباب مسدود، اضطرينا اننا نديروا هاد الشاره ديال الاحتجاج، وهاد الشاره هي بدايه ديال المرحله الثانيه ديال النضال اللي ما بغيناش نوصلوا ليها صراحه الله. بغينا الاداره تستجيب لنا المطالب ديالنا اللي هي عادله وعاديه بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره. خصوصا دابا مثلا في ظل ارتفاع ديال الاسعار وفي ظل هذه الازمه اللي كاينه، الصالير ديالنا شويه ما كافيش. حنا بغينا شويه يتزاد، ومراعاه الظرفيه الحاليه، ومراعاه الاحتياجات ديال الناس، ومراعاه الظروف ديال الناس حتى هما، ما بغيناش نديروا شي اضراب ولا انقطاع العمل. سعينا اننا نديروا هذا الشارع في كتافنا باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين. نتمنوا ما نوصلوش لشي مرحله خيب من هذه، نتمنوا من المسؤولين يستجيبوا المطالب ديالنا. هاد الشارع تخادت في اجتماع ديال النقابه ديال لوديتي مؤخرا، وكان عليها اجماع من طرف المنخرطين ومن طرف العمال. كان تصويت ديمقراطي، واختارينا هذه الشارة كبدايه ديال السلسله ديال الاحتجاجات اللي كنتمناو ما نوصلوش ليها باذن الله. كما لاحظ المواطن البيضاوي اننا سائقين ديال الحافلات كنحملوا واحد الشارة حمراء، وهذه الشارة هذه دليل على الاحتجاج السلمي. كما كتعرفوا انه قطاع النقل قطاع حيوي، ما يمكنش تكون فيه شي انواع اخرى ديال الاحتجاج، وفضلنا انه من بعد الجمع العام ناخذوا هذه الشارة كدليل للاحتجاج ديال على التعسفات اللي عندنا في الشركه. من ضمنها عندنا بدايه بالعداله الاجريه. حنا عندنا في الشركه كنا كنسوقوا الحافله، ولكن كاين واحد الاستثناء انه كل واحد كيتخلص بالثمن، يعني ما عندناش واحد العداله بيناتنا. وطرحنا المشاكل على الاداره وما كانش واحد زعما واحد تجاوب معاها، بقات معلقه، وبزاف ديال المطالب بقاو معلقين، من ضمنهم انهم سائق كيخدم اكثر من 8 السوايع في الفولون، الظروف الصحيه ديالو ظروف مزريه لانه كينعكس على الصحه ديالو، ولاو اغلبيه ديال السائقين امراض مزمنه. دوزنا مراحل صعيبه في المرحله المؤقته، يعني دوزنا واحد العامين ديال المرحله المؤقته اللي تكرفص فيها الانسان بزاف، لان سيرتو السائقين القدام اللي كانوا ديجا هما عانوا مع الاسطول القديم وعانوا مع المؤقت وهما دابا، وما كانش واحد الاستجابه ولا عرك تلميح اننا غادي نستجبوا لكم كذا. كان كل مره فاش كنحطوا البيانات ديالنا كتبقى البيانات معلقه، ودابا بدينا بالاحتجاجات ديالنا سلميا، حيت عارفين انه المصالح ديال المواطن البيضاوي ما نقدروش ناديوها، لذلك درنا هاد الشارات، وان شاء الله غادي نشوفوا الا استجبت مرحبا، ما استجبت انا غادي نديروا طرق اخرى ديال الاحتجاج. هذا ما كان. اما بالنسبه اللي دابا كنركزوا عليه هو اوموان يتخلص السائق بالسوايع ديال الخدمه ديالو، لان اغلب ديال السائقين عندنا كيخدم 10 السوايع، ما بين من ياخذ الطوبيس ومن يرجعوا للديبو اولا من كياخذوا من الصباح حتى للعشيه، يعني اكثر من 10 السوايع، كتحسب ليه 8 السوايع زائد التوقفات، ما عندوش فتره الراحه بحكم ان كازا باقى شونتي، باقى فيها الاشغال، باقى هذا، وزيد الازدحامات، ومع ذلك السائق باقي صابر كيبرهن على المواطنه ديالو في هذه البلاد، كنبغيوها وبغيناها تزيد لقدام، بغينا الدار البيضاء الذكيه، ولكن خاصة المسؤولين يتعاونوا معنا ونوصلوها ان شاء الله، وما يكونش حتى شي اصطدام معهم.